انا شفت في عينيا بس كده نواحي نواحي. هقول لحضرتك، عارف مثلا ارض اللواء في شارع قدام في مدرسه، بعد في مستشفى، في مدرسه، في مستشفى. احنا هنعدي على، انا ما بقولش النهارده ولا بعد، الكلام ده من 100 اسبوعين ثلاثه. انا حزنت، انا حزنت. طلبه هو ده المجتمع العجيب، شباب راجل مع البنات، واحد سايق والتاني، البنات ماشيه والبنات عايز نشوف حجم. احنا اللي عايزينه ده نقد على هذا التسيب. رجاء خاص جاي شاب بيقول قدام مدرسه بنات وبيسيبوه تبعت له الاهل. ما تفسر خلاص سيادتك، ده انا يعني افهمها من الاول ما تتكلم. حقك تقول هذا الكلام، وده اللي انا حزنت على الشباب اللي بتعمل كده. والله هو ده اللي لازم يتعلم الصح. البنت اتخضت، انا البنت ماشيه اتخضت. الولد كان عايز يعمل هكون في قمة السعادة لو حضراتكم اقتنعتم ان احنا لازم نتغير للأحسن حتى الولد ده. وصدقيني لا بكده ولا بكده واحد من اللي هو مستوى معين اتحسن. انا عامل دراسة في هذا الموضوع، يعني جبت الولد وعملت فيه المستحيل، جبت البنت عملت فيها المستحيل، هي عندها حد معين. مسألة ان احنا بقى نرجع للكلام ان يقال علينا ان احنا وانتوا واقفين محترمين، ان يقال ان اللي عايزين يغششوك كلام يسيء للعيال، يسيء للعيال ويسيء للاهل. بأتمنى ان كنتم تبقوا لهم جو في البيت، نعمل لهم اكله كويسه. حضرتك كده مش واقفين عشان نغشش الاولاد، احنا عملت اطمئنان على الاولاد. انا مش عايز اطمئنان، ده بقى سيبك من المشاعر القديمه دي، ايام التطار وايام الكلام ده خلاص اتطورنا بقى. ودينا انت عارف القلب المصري طالع. لا بس القلب المصري جامد وشديد. لا احنا نايمين، لا القلب المصري نايمين بس في الصحراء. عيالنا كانوا داخلين مرعوبين. ربنا يوفقهم ان شاء الله. هو فين؟ فين بالظبط؟